شكلت قيم التضامن والتآزر والتماسك الاجتماعي الصدارة في اهتمامات جلالة الملك. ويسهر جلالة الملك حفظه الله شخصيا على تحقيق كل ذلك على أرض الواقع، ومن خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومن خلال مبادرات تضامنية تكاملية ومشاريع تنموية تتوجه نحو التأهيل الصحي وتكريس ثقافة الاستثمار في المواطن، بيته وصحته وسكنه ودخله. في هذا السياق تهدف الأعمال الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن برعاية ملكية سامية إلى تحقيق وتعزيز وتقوية البنيات التي تلعب دور شبكات اجتماعية حقيقية للتكفل وللرعاية الصحية بمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية. ومن الاهتمام بالطفل إلى الشباب إلى منح المسنين رعاية خاصة، ومن مختلف القطاعات التنموية المدرة للربح وتحسين عيش الساكنة، مرورا بالمرأة إلى التعليم إلى التكوين إلى التركيز على العمل الإنساني ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ذلك جزء يسير من تلكم الأبعاد النبيلة والتنموية التي تترجمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى درجة أن العمل التضامني أصبح يحمل مرادفا واحدا ووحيدا هو مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الطبي للقرب. مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي يضع اليوم جلالة الملك حفظه الله بحي بن سودا بمقاطعة زواغة بفاس حجره الأساس، ينبع من الفكر التضامني الملكي السامي الموجه إلى تعزيز العرض الصحي بمدينة فاس، ينبع من القناعة الراسخة لجلالة الملك في جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة، وعزم جلالته الأكيد على تحسين خدمات التكفل الطبي وتقريب البنيات التحتية الصحية من سكان الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة. وينسجم إنجاز هذا المركز الذي كلف استثمارا ماليا يبلغ 75 مليون درهم مع الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية أساسية ذات جودة، وتسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. ويشكل المركز الطبي بحي بن سودا جزءا من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لا سيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آلية مصاحبة للمرضى. وينضاف المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بحي بن سودا إلى المركزين اللذين دشنهما صاحب الجلالة بحي اليوسفية بالرباط وحي سيدي مومن بالدار البيضاء، والمراكز التي انتهت بها الأشغال بتمارا وبمقاطعة بن مكادة بطنجة وبالمدينة الجديدة الرحمة بالدار البيضاء، ومركز حي كريمة بسلا الذي يوجد في طور الإنجاز فضلا عن المراكز التي توجد في طور البرمجة. بكل من حي لساسفة بالدار البيضاء وأكادير ومراكش. وبهذه المناسبة أعطى صاحب الجلالة حفظه الله تعليماته السامية لإنجاز مركزين طبيين للقرب إضافيين بمدن فاس وطنجة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويستفيد من المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي يعد منشأة وسيطة ساكنة يبلغ تعدادها 300,000 شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى الجهة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن ورش وطني رائد
ينضاف إلى سلسلة الأوراش الإصلاحية الكبرى، ومشروع إنساني نبيل وطني حيوي ورائد، يمثل مكسبا من المكاسب التي يسعى المغرب بقيادة جلالة الملك إلى جعله واقعا معاشا في حياة المواطن.